والله حط الورقه لازم نقرا فيها والله امان بشويه امان زيد وخلي شويه في داخل نحب نشكركم ساعة على وجودكم وعلى متابعتكم وهذا حقكم في إنارة الرأي العام وإنارة كل الناس اللي تتبع في العملية. احنا كما تعرفوا قلنا البارح بالنسبة للعملية هذه بدأت اثر معلومات استخباراتيه وقامت قوه امنيه بالقاء القبض على زوز عناصر ارهابيه في ولايه قبلي. زوز عناصر هذوما ارهابيه قاموا بقتل حارس قبل عمليه ايقافهم. بعد ذلك كنا عندنا المعلومات الاكيده عن تواجد مجموعه ارهابيه على مستوى وادي النيل. ما كناش عندنا بطبيعه الحال ما كانش عندنا بالضبط مكان المنزل. على اثر عمليه الايقاف نتاع زوز عناصر ارهابيه الهاشمي البنزيني تم معرفه تقريبا المكان اللي احنا فيه اللي هو في شباو وادي النيل وفي اللي تبعد تقريبا 30 كيلومتر على العاصمه تونس. قامت وحدات الحرس الوطني الوحدات الخاصه للحرس الوطني تقريبا لمده اكثر العمليه دامت 26 ساعه او معنا 27 ساعه قامت بمحاصره هذا المنزل. اجبار العناصر الارهابيه المتحصنه داخل المنزل على تسليم انفسهم الا انهم ابوا ذلك. تواصلت العملية نتاع المفاوضات معاهم طيلة الساعات هذه كل توقفت تقريبا على الساعة 2 فجرا اليوم المفاوضات معاهم إلا أنها معناها ظنينا احنا انه العملية انتهت إلا انه معناها الصباح تقريبا على الساعة 7 صباحا تواصلت معناها العملية نتاع المفاوضات مع العناصر هذه. لهنا اللي نحب ندق وشنو اللي حصل بالضبط بالنسبة لنا احنا قامت الوحدات الخاصة اكثر الاقتراب في للمنزل. المنزل هذا تخباوا فيه على مستوى احد الغرف اللي هي معناها المطبخ. تخباوا العناصر الارهابيه كل تخباوا على مستوى المطبخ هذا. حاولت الوحدات الخاصه عملنا معاه نيغوسياسيون اخرى دون اللي البارح جبنا عائلته جبنا لهم امهم جبنا معناها اخ احد الفتيات الموجوده غادي. اليوم الصباح جبنا العنصر الارهابي اللي تم القاء القبض عليه في قبلي واللي هو يعتبر قائد المجموعه ذي باش يتفاوض مع زوز عناصر الارهابيه اللي هما ايمن وحسام. الا انه زوز عناصر قاموا حتى بتكفير سي الارهابي الهاشمي للديني كفروه وما حبوش يستسلم. شو حصل تقريبا منذ ساعه من هنا معناها قامت احد النساء الموجوده في المنزل بالخروج من المطبخ على مستوى الهول هذا اللي موجود في المنزل وقامت باطلاق النار على الوحدات الخاصه الحرس الوطني. بطبيعه الحال تم تبادل اطلاق النار واسفرت معناها العمليه على القضاء على خمسه نسوه وتنفسر بعد كيفاش خمسه نسوه والقضاء على العنصر الارهابي ايمن. طب بعد نزيد نعطيكم اكثر تفاصيل. كذلك بالنسبه للعنصر الارهابي الثاني حسام معناه مصاب تم معناه القاء القبض عليه مصاب وتم نقله للمستشفى. فما امراه معناها قعدت حيه ومصابه اصابه على مستوى الكتف وتم نقلها للمستشفى. المهم هنا باش نجيو احنا علاش قعدنا المده هذه كل عندنا زوز اطفال موجودين داخل المنزل. الزوز اطفال هذوما هما تابعين العائله هما ابناء الارهابي الهاشمي المدينة اللي تحب نعرفوه هذا مصور وكنا استعملنا حتى الكاميرامان نتاع التلفزه الوطنيه وعندنا زاد احنا وثقنا احد النسوه نتاع العناصر الارهابيه خرجت ولدها معاها وتضرب بالرصاص. احنا كان ينجموا يخليوا الاطفال الداخل الا انه الحرس نتاع الوحدات الخاصه نتاع الحرس الوطني احد الابطال نتاع الحرس الوطني عملنا انزال في وسط معناها المطبخ وتمكنا من انقاذ الطفل معناها انقذناه حي. كذلك بالنسبه للفتاه عندها اصابه على مستوى الراس تم انقاذها كذلك وتوما زوج صغار. المهم بالهنا نحب نوريو الجانب
اللي خدمته أكثر من جانب إنساني، لأنه راهو الناس تتفرج وتشوف راهو عملية ريسك كبيرة ياسر خذتها الوحدات الخاصة نتاع الحرس لإنقاذ زوز أطفال قدام العالم الكل. احنا قمنا بإنقاذ زوز أطفال هذوما، وكانت عملية معناها نوعية، عملية تاريخية اللي نحبوا نبينوه قدام الناس الكل وباش تسمع العباد الكل. راهو معناها لعبنا كنا نجموا ننهيوا العملية منذ الساعات الأولى، لأنه احنا كتوانسة قبل كل شيء، واحنا كمعنى قوات الامن الداخلي، واحنا كوحدات خاصه قمنا بالدور هذا وانقذنا زوز اطفال. بالنسبه للطفل هذا معناه حالته لباس الحمد لله، وبالنسبه للطفله الصغيره عندها اصابه تشوفوا هنا. نحب نبين بالنسبه للامنيين.